أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وباشرت عملها في 1 آذار 2009. تتمثل الولاية الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 شباط 2005 الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 شخصاً آخر. للمحكمة اختصاص يشمل أيضاً الاعتداءات التي وقعت بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 إذا كانت متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005 وذات طبيعة وخطورة مماثلتين. يمكن اعتبار الاعتداء متلازماً مع اعتداء 14 شباط الذي استهدف رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إذا أثبت وجود مؤشرات محددة مثل نمط الاعتداء والغرض منه والمتضررين منه ومنفذيه. رأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن الاعتداءات التي استهدفت السياسيين اللبنانيين مروان حميدة وجورج حاوي والياس المر متلازمة مع الاعتداء الذي استهدف السيد رفيق الحريري، وضمتها المحكمة الخاصة بلبنان إلى اختصاصها في 5 آب 2011. جميع الاعتداءات الأخرى التي وقعت بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 تبقى حالياً ضمن اختصاص السلطات القضائية اللبنانية. يشمل اختصاص السلطات القضائية اللبنانية جميع الاعتداءات التي وقعت بعد 12 كانون الأول 2005، ولكي تضم المحكمة الخاصة بلبنان هذه الاعتداءات إلى اختصاصها تطبق المعايير نفسها المتعلقة بتحديد التلازم مع الاعتداء الذي استهدف السيد رفيق الحريري. ويتعين أن تقبل الأمم المتحدة ولبنان بأن تضم المحكمة ذلك الاعتداء إلى اختصاصها بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبذلك ينتهي شرح ولاية المحكمة الخاصة بلبنان.